يوم واحد يفصلنا عن بدء البطولة العالمية للكيك بوكسينج التي تنظم برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي تحت شعار دعما لمخرجات الحوار الوطني. البطولة يشارك فيها 12 بطلا عالميا من 12 دولة، وهي اليمن، تونس، المغرب، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، اليونان، باستعدادات تحضيرية مكثفة من كل الجهات المختصة والعاملين في البطولة. إن شاء الله اليوم سيكون البروفات كاملة لجميع الفرق المشاركة على أساس استعدادا للبطولة للافتتاح يوم غدا إن شاء الله. تقام البطولة في الصالة المغلقة بالعاصمة صنعاء على الحلبة المصنوعة بأياد يمنية يحكم فيها البطل اليمني العالمي السابق نسيم حميد. طبعا نحن نشتغل في الصالة هذه كخلية نحل، مجموعة فنية وإدارية وتنظيمية، فتكللت الجهود حتى الآن بنجاح استكمال الصالة إلى اليوم هذا، إلى يوم قبل البطولة، بنسبة 95% من كافة النواحي، تنظيميا، إداريا، فنيا. البطولة تهدف إلى دعم ومساندة مخرجات الحوار الوطني، وبما يساهم في تلاحم الشعب اليمني وازدهاره، وتعريف تراث اليمن وحضارتها، وتقديم صورة مشرفة لها في جميع أنحاء العالم. تقام الافتتاح والاستعراض اللي ديت هي اولى وعملوا ببروفات الان، ومبروك لليمن، مبروك للمسؤولين، مبروك الشعب اليمني، مبروك الشباب. يدا بيد وبتكاتف الجميع سينجح الحدث الرياضي العالمي الابرز لاظهار الصوره الحقيقيه المشرقه لليمن واليمنيين. ابراهيم الاموي، اليمن اليوم، صنعاء. 100,000